حنا اليوم في واحد العرس من تنظيم مجموعة عزاب من أجل الزواج، كما كتشوفوا سيليباتير بور مارياج. هذا هو ثاني عرس من بعد العرس اللي درناه لشعيب وليلى، كنظن راه كتعرفوهم. بصراحة كاينه ظروف خاصة اللي خلاتنا نديروا هذا العرس، هذا هو أن هاد العرسان هادو ما فحالهمش، ودابا عامين تقريبا وهما مزوجين، والعروسة تقريبا كتحلم من نهار تزوجات وهي كتحلم باش أنها تطلع في العمارية وتنكف وداك الشيء، ولكن الظروف المادية ما كتسمحش لها، والزوج ديالها حتى هو على قد الحال وداك الشيء. التجأت لينا حنا في الجروب بالمساهمة ديال جميع الأعضاء وديال لي زادمين، وقمنا باش قومنا هذا العرس هذا. كنبغي نشكر شوف تي في الحاضره معايا اليوم في العرس ديالي، وكنبغي نشكر الجروب ديال سيليباتير بور مارياج اللي داروا لي العرس. انا مزوجه هادي عامين وعندي وليد في عمره عام، ولكن يعني ما درتش العرس، ما كانش استطاعه نديروا العرس، داكشي علاش صيفطت الجروب سيليباتير بور مارياج، والحمد لله جاوبوني بسميتو. يعني ما كانش في الاستطاعه ديالنا نديروا الماديات، مادي يعني ماديا ما كانش استطاعه نديروا العرس، داكشي علاش راجلي سيكوريتي. انت عارف العرس يعني كتقام غالي وشحال من حاجه، داكشي علاش ما يمكنش لينا نديروا العرس. يعني انا فرحانه في هذا النهار هذا، فرحانه بزاف، حيت يعني هذا هو الحلم ديالي الحمد لله. وشكرا بزاف لسيليباتير بور مارياج، وفرحانه بزاف. نقول انا كنتسنى يعني نركب في العماريه، حيت هذيك بصراحه هو الحلم ديالي. واخا ما درتش العرس، ديما كنشوف شي بنت دايره العرس ولا شي حاجه، يعني كنقول حتى انا كون غير درتو كاين زعما كون غير رسميتو كون احتفلت براسي، حتى انا كون فرحت براسي. اليوم راه كنفرح، اليوم فرحه كبيره. انا ولا ميم جوج عامين دابا ما درناش العرس، ما افتضاش نديرو العرس، واخترت العالمية على قبل في هذا الجروب هذا باش يديروا لنا العرس. الحمد لله سميتو طلقنا العرس، ودارونا الجروب درونا العرس. كنحس بالفرحه، كنحس بشحال من حاجه، حيت ذاك العرس سميتو ذاك العرس اللي كتمنى لي ما ديروا ما درتوش، دابا هاد الناس هادو وفروا لها هذا العرس هذا الحمد لله. اش نقول ليها؟ كنبغيها بزاف، اش نقول ليها؟ يعني انا فرحانه حيت معاه كنبغيه بزاف. يا